بسم الله الرحمن الرحيم. معانا الاطباق اللي في العروض. ده الطبق الاورنج معانا العرض 4 اطباق من ده. ده الطبق الاخضر باللون القديم بتاعنا 350 مللي. ده بيدخل الميكرويف. ده بيدخل الميكرويف. ده ايدي ورجلي. بيكفي طبيخ لفرد واحد. ملوخية وجبة الفرد. حلو جدا، كبير على فكرة وغويط اوي زي ما انتوا شايفين. ومعانا ده اللي هو عرض علب مع بعض. دي اطباق، دي من بره شكلها بس طبعا في الالوان الجديدة اللي في العرض. ده 500 مللي بالغطا بتاعه، الغطا محكم، يعني بتستعمليه علبة، بتستعمليه طبق، بتستعمليه خروج، محكم طبعا طالما دائري، بتستعمليه في اغراض مختلفة. الطبق ده كبير جدا، بياخد كيكة على بعضها، كبير زي ما انتوا شايفين. دي مجموعة الاطباق اللي معانا. في كمان طبق مسلطح لده، نازل باللون الاخضر الجميل، اللي طبعين بيخش الميكرويف. مجموعة الاطباق اللي معانا في العرض ده نازل بنفس اللون ده، 4 اطباق مع بعض طقم. ان هنا ده الوان مختلفة وهنا لون مختلف. بازيل القديم بتاعي. هي دي مجموعة الاطباق اللي معانا. كل سنة وانتم طيبين.